سلام. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. كيفك يا عبد القادر؟ كيف حالك؟ والله تمام الحمد لله. كيف امورك وصحتك؟ والله في نعمة بسيطة الحمد لله، تفضل. يعطيك العافية يا غالي. بالنسبة لمشروع دولة البحر والنهر، نعم ماله؟ والله أنا ده شايف إنه الموضوع يعني لابد منه، لابد منه، نعم لأنه بالضبط نحن كده. عانينا بما فيه الكفاية. ثم ثانيا، يعني أنا ده واحد من الناس كنت مؤيد لوحدة السودان، متضامن، بس لكن للأسف الشديد يعني في جماعة كده يعني بيسيئوا للشمالين بصورة خاصة، للوسط. نعم نعم بدعم إن أي زول من أهل الوسط ولا من أهل الشمال يدعم فكرة مشروع دولة البحر والنهر. نعم ان شاء الله ان شاء الله، ونتمنى كل ابنائنا النهريين والبحريين اللي بيسمعونا يشدوا العزم ويربطوا الحزام، وبعد ذا حان وقت اقلاع الرحله. يعني والله أنا ده ما عارف أقول لك شنو، بس لكن يعني للأسف الشديد في إساءات، في نبذ حاصل، في تهديد بالاغتصاب وتهديد بالتشريد وتهديد بالغطس يا اخي انا شوف والحاجة. شوف انا اقول لك حاجه، انا زول انسان ما عاطفي نهائيا، اي حاجه اي ظاهره بحللها تحليل منطقي. ما هو السب والقذف والطعن في العرض والطعن في الانساب، هي دي خطوه، بس هي دي خطوه عشان يكسروا فيك الروح المعنويه، عشان بعدين يقدروا يسيدوا عليك ويضربوك بيد من حديد. ما هو انت ليه لو داير تضرب الخصم بتاعك ده لازم تضعف روحه المعنويه. فالخطاب بتاعهم ده كان عباره عن خطوه، معينه دايرين ينفذوا بيها يضربوك انت، عشان انت لما تيجي تتكلم تقول انا عربي تقوم تدنجر كده. يا زول انت عربي؟ يا زول انت لون انت لون عرب؟ يا زول ما عارف لك شنو؟ امشي الجزيره العربيه خليه يقول لك يا عبيد، عشان انت تقوم تدنجر كده كويس معاك، تقوم تدنجر كده عشان بعدين يخد راسه في يخد كراعه دي في راسك. لكن احنا راسنا ده فوق بنقول لهم احنا عرب، واعرب العرب ذاته مو محترفين ذاته بيعرف في الدنيا دي غيرنا احنا ذاته. انا اقول لك حاجه يا اخ عبد القادر. والله نحن اول حاجه نجد القتال، نحن ناس القتال من زمان، يعني ما من الليله ولا من امبارح، حتى التاريخ بيشهد. دي اول حاجه. ثاني حاجه، يعني والله العظيم يعني زول يمس عرضنا، والله يمس شرفنا، ده خلاص يعني ده خط احمر. ثم ثانيا، فمشروع دولة البحر والنهر أنا شايفه هو الحل صراحة صراحة كده، لأنه ما في غير كده، لأنه إحنا من سنة 56 إلى الآن الناس يعني في حروب، في طحن، في مشاكل، ما لحد هنا زي ما بيقولوا خلاص. أي واحد يعرف مراقبه وين، أي زول يشوف دولته وين، وحدوده الجغرافية وين، زي ما انت قلت اهل الوسط واهل الشمال واهل الشرق في حاضرة ثقافية بتجمعهم، سواء كان اول حاجة ناس متمسكين بالدين، متمسكين بالعادات، متمسكين بالتقاليد، متمسكين بالتراث، يعني دي حاجات كلها بتجمع الوسط، بتجمع الشرق، بتجمع الشمال. يعني اذا جيت لاهلنا في الغرب، مع احترامنا ليهم الكامل، الحاجات دي ممكن تكون ما عندهم. ثقافة الشمال بالذات ما في في الغرب. لا لا، شوف انا اقول لك حاجه، هم الناس ديل انا شخصيا ثاني ما هتكلم عنهم، ولا زول يذكر لي ولا يذكرون لي ذاتي في اللايف، لانه انت عارف يقعد يتبكوا انت عنصريين وبرنامج. وانا للاسف يعني عندنا بعض اهلنا، واهلنا ديل بطبعه الناس يعني زي ما بقول العيبه دي ما بتطلع من خشمهم ذاته. فلما يقولون يا اخي اولادكم عنصريين واولادكم بيقوموا يقطعوا الخطاب بتاع، يشوفوا لهم حته صغيره يقوموا يقطعوها، شوفوا اولادكم بيقولوا شنو، شوفوا اولادكم بيقولوا شنو، عشان لا 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 ينفروا لا الناس مننا ويقولوا الناس لا العنصريين. لكن ثاني احنا سيرتهم دي ذاتها ما بنجيبها، شفت سيرتهم دي ما انا بنجيبها. قلت احنا عندنا حاجه مشروع، ومشروعنا ده قوي جدا، وخطابنا ده انا قوي قلت جدا، حاجه
سيرتهم دي انا ما ادري زول يجيبها لي في اللايف، ولا بستضيفهم في اللايف ده ذاته، ثاني في اللايف ده انا ما بستضيفهم عشان ما يلا يقولوا انا لنا اولادكم عنصريين واولادكم بيسووا. احنا والله يا اهلنا ديل ها احنا والله لو ما رفعنا راسهم ما بنوطي لهم راسهم والله. يا عبد القادر، انا عاوز اقول لك حاجه. في بيت بتاع شعر بيقول لك: واني لا احمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. فنحن نعم ما حاقدين عليهم ليه؟ لانه نحن عارفين نعرفين وعارفين البين وعارفين اللي علينا. ما عندنا عنصريه زي ما هم بيقولوا. هم مفتكرين العنصريه وين؟ مفتكرين العنصريه في نقطه التصافح. اخي انا عندي حدود، عندي عادات، عندي تقاليد، ما بتخليني اني اتصاهر معك، ولا تخليني اني اتصاهر مع القبيله حتى الجنبي. يعني كيف انا لا اقدر، يعني علشان كذا انا اكون انسان عنصري؟ هذه برضو نقطه عاوزه مراجعه. وثم ثانيا، نحن دوله البحر والنهر دي ان شاء الله بعد ما تكون ان شاء الله حيكون اساس الديني هو الاسلام. ما في حاجه اسمها علمانيه، ما في حاجه اسمها حريه ديان، لانه كل الناس في الوسط وكل يا الناس والله شوف انا داير اقول لك حاجه، شوف ناس دول كلهم ناس مسلمين، الاسلام ده بينخط في الوطن، بعد دي تعالى يا زول مارس الديمقراطيه، الاسلام ده بيحمي الديمقراطيه؟ فينا زول كافر نحن؟ ما فينا لا زول لا لا كافر، خدوا الاسلام ده تعال تعال انت عندك مشروعك عندك برنامجك، الاسلام نحن انه خدت لنا في القانون المدني، خلونا بلا نتحاكم بالقران ونتزوج بالقران ونتطلق بالقران ويعني نعمل حاجاتنا بالقران الكريم ده. عندك انت مشروع تاني سياسي تعال قدم، يا اتفقنا معاك يا اختلفنا معاك بس. ايوه يا سلام عليك. يعني حتى كمان في الاقليات المسيحيه، مع احترامنا لها الاقباط، يعني هم ما في انسان كابد عليهم. شوف انا عاوز اقول لك حاجه، هم بيقولوا يعني الدوله اللي تكون اسلاميه بتحنق على الحريات الثانيه، الحريات الدينيه الثانيه، بس بالعكس نظام البشير المسلمين كانوا متعايشين مع المسيحيين في امان في يا الله. اخي اسمع كلامي، شوف نحن الموضوع ده اشوف الموضوع ده شوف اه ما زي ما قلت لك يا اخي، دي الناس مسلمين وعندهم عاداتهم وعندهم تقاليدهم، انت ذاته اه لو زول محترم وزول ود وصول ومربيك ابوك صاحب الحلال ما بتطلع تجيب لهم حاجه من برا، انت مش سياسي وشفت العالم اه ودار تجيب لك نظريات ثانيه، يا اخي تعال الناس دي ادونا القانون ده خلوهم يعرسوا بقران ده ويطلقوا بقران ويتسامحوا ويتصافوا ويشيلوا فاتحتهم وبرنامجهم ما بيسألوا تاني، ان شاء الله تاني تختار انت ان شاء الله تخترع الذره دي ما في زول بيسألك، تعال جيب مشروعك بس انت. مداخلة بس لكلامك ده وإضافة عليه شوية. المشكلة وين؟ المشكلة يا أخي حتى في أبنائنا نحن، في عادات وفي في ثقافات زي ما قلت دخيل عليهم. يعني قبال يومين كان طلع معاك واحد في لايف يتكلم لك: يا أخي إن الناس ديل يا أخي بيعملوا لنا يا أخي الحاجات الما كويسة وبيظبطوا لنا راسنا. يعني شوف المداخلة وصلت لوين. يعني حتى انت لما جيت اتكلمت معه وقلت له: هل ترضى ان واحد من قبيلتك ولا من اهلك ولا يعمل الحاجات دي؟ قال لك لا. يعني شوف بيرضى عليه وهو في نفسه هو مقتنع بها ان 100% انها هي غلط. يعني كيف انت مقتنع بها انها هي غلط ترضاها للناس الثانيه وانت في حد نفسك انت ما واثق منها وما قد فيها في حساباتك ان واحد من قبيلتك او من اهلك بيعملها؟ طيب ليه عاوز بها شنو من الاول؟ يعني زي ما قلت لك ده خلل. يعني الثقافات اللي بيجيبوها الناس زي معاهم دي برضه خط احمر، الناس برضه توعى عليها. يا اخي يديك العافية وتسلم كثير ومداخلتك مداخلة جميلة ود عمي ما قصرت والله. تسلم، يديك العافيه والله. انا انت الله عارف يجزاك من خير. زمان بحاول اتداخل معاك، بس لكن مره الشبكه ومره لكن الحمد لله اني اتكلمت معاك وقابلتك وظهرت للجمهور يا اخي بتاعك. والله لي الشرف، لي الشرف والله، انا لي الشرف يا اخي، والله انا بشرف بكم كلكم والله، والله من وان شاء صغيركم لي الله كبيركم والله فوق راسي يا اخي، الله يبارك فيك. وان شاء الله ان شاء الله المشروع ان شاء الله ناجح باذن الله، وربنا يقدرنا عليه وان شاء الله منصورين باذن الله. الله يبارك فيك، يديك العافية. يديك العافيه.
انا قدمت دعوة للكاهلي، الدعوة معاك. طيب الكهل ده ما قدر يتداخل معايا، ما في مشكلة. عبد الله مجذوب، عبد الله طيب ميزوب عبد الله، والله دار ادخلك لكن قدم دعوة تاني. طيب معاه الصلاح، طيب تفضل يا يوسف يحيى. حبابك حبابك اتفضل، كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. يا يعني من كذا فترة كده كنت عالع معك مداخلة يا مستر عبد القادر. نعم تفضل حبابك، وصلت؟ طب الله يعطيك العافية يا الله يجزاه خير يا اخي. عنوان اللايف بيتكلم عن أصول النوبة، صح؟ نعم، عن أصول النوبة. انت تحب انا اتكلم ابدا معاك من عنوان اللايف، ولا ابدا معاك من وين بالضبط كده؟ لانه انا اي نوت اجري، وانا الكونفدريشن، انا بدعو للكونفدريشن. لا، هو نحن ندعو للانفصال، لكن تفضل قول كلامك. شوف محل ما دار تبدا ابدا. يلا انت بس عايز اسالك سؤال. انا انت يعني الاسباب اللي بتخلينا احنا ندعو للانفصال، ما هو اذا كان ايجابي يو ار ويلكم، يعني لو بحل المشكله. يعني اذا احنا ما نكون نحن عاطفيين، شايفين الانفصال ده بحل ما نكون كل عاطفيين، الاشكاليات الموجوده في بلدنا، يعني ما نكون عاطفيين، ولا نكون بنحكم يعني بالاساءات او الحاجات اللي اتقالت يعني. اوكي، بس انا عايز سبب اديني سبب بيخليه يدعو للانفصال. طيب انت قاعد تسمع لايفاتي ولا اول يوم تخش معي؟ بسمع والله بسمع، لكن ما لقيت فرصة أدخل معك.